إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذيهم وتوكل على الله ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا صدق الله العظيم Yeah.
فعلوا. فيا أيها الإخوة المؤمنون، إن لنبينا صلى الله عليه وسلم مكانة لله، ولم تكن لغيره أبدا ولن تكون. ولذا أمر الله تبارك وتعالى في كتابه أن يعلنها في سر الزمان والمكان. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض، لا إله إلا هو يحيي ويميت، فآمنوا بالله ورسوله النبي الذي يؤمن بالله. يا سلام، إذا يؤمن بالله وكلماته. وبعدين المطلوب واتبعوه لعلكم تهتدون. قل يا أيها الناس، كل من يقال له ناس ويطلق عليه هذا اللفظ بعث إليه النبي صلى الله عليه وسلم. لذا لا ينكر على النبيين إذا بعث فيهم أن يكونوا من أصحابه. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به، لازم تمشي وراه. تنتهي الرسالة، ألفنا كما قلنا من قبل أن ينزل سيدنا جبريل عليه السلام على سيدنا موسى وعلى أخيه سيدنا هارون، وأن ينزل على سيدنا إبراهيم وعلى ابنيه إسماعيل وإسحاق وعلى حفيده يوسف عليه السلام وعلى ابن أخيه لوط عليه السلام. ألفنا أن ينزل جبريل على داود وعلى ابنه سليمان، أن ينزل على زكريا وعيسى ويحيى، لكن إن بعث فيهم محمد صلى الله عليه وسلم فلن ينزل جبريل إلا عليه. لتؤمنن به ولتنصرنه، أمر نهائي، أمر مقضي. فعلى أممهم من باب أولى أن يتبعوه. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، لم يخرج شارد ولا وارد. ثم يعرف برب العالمين الذي له ملك السماوات والأرض. إن المالك من حقه أن يحكم في ملكه كما شاء، حيث يضحك عشان ما حدش يقول ليه واشمعنى. كما أنك ملك حاكم في بيتك، الله يملك السماوات والأرض وقد حكم. وعلى العقلاء أن يقولوا سمعنا وأطعنا. الذي له ملك السماوات والأرض فآمنوا بالله ورسوله. طب رسوله هذا قد يكون إبراهيم، وقد يكون عيسى، وقد يكون موسى، وقد يكون إسماعيل، وقد يكون إسحاق، وقد يكون. فيعطيك وصفا ليس إلا لواحد. فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي، فيش غيره، واحد فقط الذي يؤمن بالله وكلماته. سيدنا عيسى عليه السلام قرأ دون معلم، علمه ربه ويعلمه الكتاب لوحده، قرأ وكتب. ورسول الله لم يكتب ولم يقرأ. طب لما؟ لأن عيسى سيعلم، أما رسول الله سيعلمه الله ليكون أستاذا لكل معلم. النبي الأمي الذي يؤمن بالله، مهمته الأساسية أول حاجة قبل أن يعلن الرسالة تؤمن الأول بدعوتك. إن تشبعت بها كنت جديرا بطرحها على الناس. الذي يؤمن بالله وكلماته،
يبقى ايه اللي يحصل؟ لازم نتبعه، لانه في اتباعه الهداية. يا سلام. طب ينبغي اذن ان يتحدث عن نفسه، لانه رائد، والرائد لا يكذب اهله، فيقول في حديثه الشريف: انا محمد وانا احمد، وانا الماحي وانا الحاشر، وانا العاقب فلا نبي بعدي. محمد واحمد صفتان جامعتان له صلى الله عليه وسلم، علمان على غيره. ممكن واحد فينا يبقى اسمه محمد او احمد، لكن سيدنا النبي وصفه محمد واحمد. ينبغي ان يحمده الخلق على نعم الله الجزيلة عليه، وهو اعظم من حمد ربه صلى الله عليه وسلم. فتح عليه من المحامد لله ما لم يفتح على غيره من النبيين، واعظمها يوم القيامة، يوم يستشفع به النبيون، يأتونه جميعا من لدن آدم إلى عيسى عليه السلام يسألونه شفاعة. يقول: فأنطلق فأسجد تحت العرش، فيفتح الله علي بمحامد عليه وثناء له لم يفتح به على أحد قبلي، فيقول: يا محمد ارفع رأسك واشفع تشفع وسل تعطى، فلم يؤذن لأحد بالشفاعة قبلي. ثم آتي الجنة فأطرق بابها فيقول الخازن: من؟ فأقول: محمد. فيقول: بك أمرت، لا أفتح لأحد قبلك. اللهم صل عليه وآله. أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي. محى الشرك من جزيرة العرب، محى الشرك مما زوي له صلى الله عليه وسلم، وحقق الله وعده ونصره على الدين كله. وهذا لا يعني أن يدخل الناس جميعا في دينه، لا، أن تقوم حجته على كل الحجج. لا يجادل في دينه مجادل إلا غلب. لذا حق له عن جدارة أن يقال في حقه: من دخل في دينه فاز، ومن عاش في كنفه سعد. البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت. اعمل ما شئت، كما تدين تدان، أو كما قال: ادعو الله. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة المؤمنون، قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في حق نفسه: أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي محى الشرك وأنا الحاشر. يحشر الناس يوم القيامة على قدمي وأنا الشفيع. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. لذا ينبغي على كل مسلم عاقل أن يقول في كل ما ورده عنه صلى الله عليه وسلم: سمعنا وأطعنا. لقد ألفنا أن نقرأ عن أئمتنا العظام أنهم لم يقووا على انتعال نعل
في تربة ضمت رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإمام مالك رضي الله عنه ورحمه الله وغفر الله له كان يرتدي أحلى الحلل ومع ذلك يسير حافيا. لما تفعل هذا؟ كيف أنتعل نعلا على تربة ضمت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ حب، كرم. كم من ملايين ماتوا وبقي مالك رضي الله عنه لحبه للنبي صلى الله عليه وسلم ولاتباعه له. وهذا هو المطلوب، أن نقرأ عنه، نبحث عن كل أنا قالها النبي صلى الله عليه وسلم، وقالها تواضعا لا فخرا. إن الله اصطفى إسماعيل من ولد إبراهيم، واصطفى من ولد إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم، فأنا خيار من خيار من خيار ولا فخر. وانا قلت الكلام ده ليه؟ وأما بنعمة ربك فحدث. أحدث بنعمة الله علي، لأن الحسب ركن أصيل في اتباع الناس لصاحبه. أول سؤال سأله هرقل لأبي سفيان عن حبيبنا صلى الله عليه وسلم كان إيه؟ كيف هو فيكم؟ هو مين؟ بيقول إنه نبي ده، مين فيكم؟ قال هو من أوسطنا، والوسط أعلى الشيء. فماذا قال هرقل؟ وكذلك كان النبيون من قبل. بقى نبي طالما هو في الوسط، وانت عدو معترف انه قد بلغ الشرف في النسب، يبقى نبي، مش عايز حاجة. ماذا تحدث عندما قال ولا فخ؟ نعم، انا لا افتخر تكبرا ولا تجبرا، وانما ابين لكم أن لي أصلا أصيلا يجب عليكم من خلاله أن تتبعوني. فإذا ما أمرتكم بأمر عليكم أن تلتزموه، وإذا نهيتكم عنه ينبغي عليكم أن تجتنبوه. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يبصرنا بعيوبنا، وأن يشرح لنا صدورنا، وأن يهيئ لنا من أمرنا رشدا، وأن يرزقنا حسن السير على هديه صلى الله عليه وسلم. يا رب اجعلنا بفضلك وجودك وكرمك ممن يقولون لحبيبك ومصطفاك في كل ما بلغنا عنه سمعنا وأطعنا. اجعلنا ممن يقولون سمعنا وأطعنا. وفقنا يا ربنا لطاعتك وطاعة من أمرتنا بطاعته. ارزقنا يا ربنا مغفرة عامة ورحمة عامة وشفاء من كل داء. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ربنا آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا وصغيرنا وكبيرنا. هب المسيء منا للمحسنين يا رب العالمين، وفقنا لما تحب وترضى. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم وأقم الصلاة. وعرضوا إخوتي هذه
الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك، ووضعنا عنك وزرك، الذي أنقض ظهرك، ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب، وإلى ربك فارغب. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.